يدق جرس الاستراحة بهذه الابتدائية، الفترة التي تسمح للتلاميذ بتناول لمجتهم، غير أن معظمهم يحملون حلويات، بسكويت وعصائر اصطناعية. هذا ليس اجتماع للإدارة بالأولياء، بل هو بين طبيبة الصحة المدرسية وأولياء التلاميذ. الهدف منه التحسيس بضرورة مساهمة الطرفين لتشجيع الأطفال على تناول لمجة صحية. قالت لنا باللي ماذا بكم اللمجة تكون صحية، وانا جو داكور افيك. هنا ماذا بينا، انا جو كونتر بنتي هذوك لي جو لي جو لي جو، جو كونتر. ماذا بيا انايا زعما ندير لها جو ناتورال في الدار، نعطي لها التفاح. نشيلو مرة وما نشيلوش 10، في صالحو كيما يقولوا، في صالحو على باله، وثاني على باله باللي مرات يضروا الاسنان ويضروا بزاف امور، نشغل الاسنان ويفهم الطفل بشويه يفهم، باسكو كاين لو كان نديروا له كاع شي حب نضروه. اليوم جيت باش نشوف نراقب اللومجه تاعكم كيفاش راهي، واش قلت لكم جيبوا، الا جبتوا واش قلت لكم، ولا درتوا واش حبيتوا نتوما. بعيدا عن الارشادات الموجهه للاولياء، التحسيس الدائم ومراقبة اللمجة المدرسية هو ما تحرص عليه طبيبة المدرسة. العام اللي فات كنت نجيب جو، ودوك قالت لنا طبيبة الأسنان ما تجيبوش، نجيب من الدار خبز وزبدة وخبز وفرماج وعينة. ما تجيبوش الحلويات وما تجيبوش الكاطو والجو خاطش يسوكم سناكم. قلنا جيبوا خبز بالفرماج وخبز بالزبدة وجيبوا ياغوت وجيبوا بنان وجيبوا فاكية. تغير أنماط التغذية نتيجة تغير الثقافة الاستهلاكية غالبا ما يؤدي إلى إصابة الأطفال مبكرا بعديد الأمراض، خاصة السمنة والسكري. مش ننصح تكون لمجة صحية غير سكرية، يعني ايفيتي لو شوكولا لي بونبون تو سكي سوكر، ها فو ايفيتي تو سا. ما كاش كيما شويه خبز وحدو، علاش شويه جبن شويه زبده مع الفطير، كسره، حبه طوماطيش، حبه بيض مغليه في بواطا، صافي بليزير. اي ان شاء الله تكون استجابه من عند لي بارون ديلاف، سي سكون سويت، اون دو ترافايي اون كولابوراسيون افيك لي بارون ديلاف. دور الصحة المدرسية في التشخيص والتوعية يستلزم إشراك الأولياء والطاقم التربوي لتعويد الأطفال على تغذية صحية سليمة منذ الصغر.